قال اذا لا تعطي عندنا درس. فبالتالي اصعب شيء قلنا ايش؟ الخذلان. العدو لم يضرهم من خالفهم. مخالف لك انت عارف انه هذا لن يناصرك بل ربما يعاديك، لكن الاصعب ايش؟ الخذلان. ومع ذلك ولا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. يا من تدعو الى الله وتسير في طريق الدعوه، اعلم انك ستتعرض للخذلان. كنت اعطي درسا في وسط البلد هنا في كل سبت لعامة الناس بعد صلاة الظهر، فإذا بأحد الحساسين من الأئمة يقول يا شيخ أنت تتكلم علي. قلت ماذا أتكلم عليك؟ أنا أتكلم في بيان حكم شرعي ولم تخطر في بالي لا من قريب ولا من بعيد. قال إذن لا تعطي عنا درس. قلت يا رجل حتى لو تكلمت عليك وشتمتك فلا يحل لك أن تمنعني من الدرس، فهذا درس لله، لا أنا جئت من أجلك ولا أنت جلست من أجلي. قال خلاص ما بدنا تعطينا، فمنع الدرس. وكان عامة الناس يجتمع في كل سبت بعد صلاة الظهر وينتظروني أعطيهم درسا، ومنع هذا الإمام هذا الدرس بسبب حساسية زائدة عنده، ثم بعد ذلك أراد أن يتقرب لي ويعتذر. بعد إيش؟ بعد ما خربت مالطة زي ما قالوا العوام، انتهى راحت الناس وراحوا اللي بيحضروا وراحوا وهذا. بعد ذلك انت ندمت، شو الفايدة من ندمك؟ وشو الفايدة؟ انظر هذا خذلان وضرب للدعوة إلى الله من الداخل، وهذا أصعب شيء في الدعوة إلى الله، أن من الداخل يأتيك الهدم. وبالتالي تنبهوا، هناك من أراد أن يضرب المشايخ ببعضهم البعض، فلا تستقل أن تصلح بين المشايخ، فهذا فيه أجر عظيم، لأن هذا فيه تماسك وترابط لإيش؟ للدعوة إلى الله.